صلى الله عليه وسلم من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعل القرآن خلف ظهره ساقه إلى الله. نعيش إياكم خاشعين مبسوطين إلى آيات الله البينات والتي يتلو علينا فضيلة القارئ الإذاعي الشهير الشيخ محمد صابر حجازي القارئ بالإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حبيبي الغالي، ابن سيدنا الغالي المحترم، ربنا يصلح حالك، ربنا يكفي شر خلقه. سيدنا اتفضل يا مش محمود. سيدنا الغالي الحمد لله على السلامه. اتفضلوا 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 حبيبي، الحمد لله على السلامه. لنا في السماوات وما في وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه سكر. وشوف عم الشيخ رضا بيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سيدنا ورحمة أمك الغالية لتسمعها. حوال صلاة الله على كل شيء قدير. بسم الله
صلى على النبي. ليه يا عم صلى على النبي؟ طب صلى على النبي والله ان شاء الله. آمن الرسول بما لا ما كسبت ولا
آمين يا رب. ربنا لا تؤاخذنا واعفو